مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. ايه الفرق بين البدعه وبين من سن في الاسلام سنه حسنه؟ لان بعض الناس يحتجون بهذا الحديث على الابتداع. الابتداع اخي الحبيب هو كل امر محدث في الدين. الابتداع كل امر محدث في الدين. ليه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبضه ربه حتى اكمل الله الدين واتم النعمه. قال الله تعالى لنبيه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خلاص يبقى الدين تم. أما الابتداع أن آتي بشيء جديد من عندي أو من عند نفسي في الدين لم يبلغه لنا رسول الله ولم يفعله الخلفاء الراشدون، لأنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أي في الدين مش في الدنيا. لأن حضرتك الآن ده محدث في الدنيا، اللي انت شايفني الآن عليه على هذا الجهاز أو على هذه الشاشة أو عبر هذه الفضائية، هذا إحداث في الدنيا. ما حدش يقول لي ده بدعة، لا، لأن ده محدث في الدنيا وليس محدثا في الدين. هذه وسيلة دعوية، والوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان. أما المنهج توقيفي اللي انت بتسمعه مني الآن، قال الله قال الرسول، ده اسمه منهج توقيفي. ليس من حق داعية أن يختار لنفسه من أصول هذا المنهج ما يشاء، إنما هو منهج توقيفي، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما الوسيلة دي تختلف باختلاف الزمان والمكان. طيب، يبقى البدعة كل أمر محدث في الدين، في الدين مش في الدنيا. أي ابتداع في الدين يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. طبعا من الشيخ ما في بدعة حسنة، بدليل قول علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جمع الصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح، قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، فنعمة البدعة هذه. يبقى في بدعة حسنة، بدليل كمان الحديث اللي سئل فيه: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويحتج علينا من يبتدع في دين الله تبارك وتعالى بما لم يأتي به المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بحديث جرير وبقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا في غير موضعه. عمر حين قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، فهذا المراد به الابتداع من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، وإلا من الناحية التأصيلية أو الأصولية فهذا له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني أول من صلى التراويح جماعة هو رسول الله. نعم، أول من صلى التراويح جماعة بالصحابة في المسجد النبوي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى بهم ليلة وليلة وليلة وليلة، وفي بعض روايات ليلة الليلة الخامسة لم يخرج، أو الثالثة عند بعض أهل العلم. فلما امتلأ المسجد ولم يخرج رسول الله إلا لصلاة الفجر، قالوا: يا رسول الله مكثنا أو انتظرناك طويلا فلم تخرج إلينا. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول من أصل هذه السنة في جماعة هو رسول الله. طيب بلاش، هنفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل هذا وفعله عمر، تبقى سنة. إيه يا عم الكلام ده؟ تبقى سنة، ما تبقاش بدعة. لا، إزاي؟ لأن النبي أمرنا بكده. بماذا؟ قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أي بأبي بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعدي، يعني لو أن رسول الله لم يفعل شيئا وفعله الصديق فلنفعله، وفعله عمر فلنفعله، لأننا أمرنا من نبينا أن نقتدي بهذين الراشدين الجليلين الكريمين، بل بالخلفاء. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدون المهديون من بعده ليس كما يفهم الناس أنهم أربعة، لا، خمسة. إيه الكلام ده يا عم الشيخ محمد؟ أول مرة نعرف دي. لا، وده شيء غريب. الخلفاء الراشدون المهديون من بعد الحبيب خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ها، والحسن رضي الله عنه. والحسن تولى الخلافة مدة، ابنه
بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلفاء الراشدون المهديون من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، أمال من سن في الإسلام سنة سيئة أو الأول حسنة، إيه المراد بهذا؟ من ممكن أعمل حاجة تبقى كويسة؟ لا لا، بل الحديث اعرف قصته، اعرف سببه. جاء أناس يعني فقراء يظهر الفقر عليهم وهم مجتابي النمار، يبدو الفقر واضحا جدا عليهم، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لهم ورق لحالهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على الصدقة، فقام الصحابة رضوان الله عليهم، قام كل واحد يأتي بما عنده، إلا عنده خبز ولا عنده تمر ولا عنده المال ولا عنده ثياب، ووضعوا في مسجد رسول الله أمام عيني وبين يدي حتى يعني امتلأ بفضل الله مكان كبير بهذا الخير، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وظهر السرور، وكان الحبيب إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فلما رأى ذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني من جاء بعد ذلك وفعل فعل هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار فله أجره وأجر من عمل به بعد ذلك. فهؤلاء الصحابة لهم أجر فعلهم ولهم أجر صنيعنا نحن إذا فعلنا مثل أفعالهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فيا حبيبي في الله اتبع ولا تبتدع. أنا بسأل حضرتك سؤال، هل أنت حضرتك متصور إن فيه شيء ناقص في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوش لنا؟ خلي بالك لو قلت أي ده يبقى كلام خطير جدا، ده تبقى أنت بتتهم سيدنا النبي بالنقص في البلاغ، يبقى أنت بتتهم سيدنا النبي بالنقص في البلاغ وفي الدعوة. لا والله العظيم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، والله العظيم ما علم شرا إلا وحذرنا منه. يبقى تتبع، اتبع ولا تبتدع، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الاتباع.